from the streets. I don't take shit and I don't give up. Einde van de derde ronde. En dat was de... السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في هذا المقطع النادر. الأسطورة بدر هاري ضد أحمد لاكوس. هذا المقاتل التونسي ليس المقاتل الذي شاهدناه من قبل ضد بدر هاري، إنما مقاتل هذا شخص آخر. للأسف كل ما أعرف عليه أنه مقاتل تونسي ويسمى أحمد لاكوس. بالنسبة لأحمد لاكوس، كل ما أعرف عليه أنه مقاتل كانت لديه نزالات جيدة، والدليل أنه واجه الأسطورة بدر هاري. لم ينتهي النزال بالضربة القاضية، لكن كان أحمد لاكوس وبدر هاري في المستوى، والناس يعني المشاهد اليوم يقول اشتقنا لبدر هاري واشتقنا لهذا الأسلوب وهذا الحماس. فما ما الذي تغير وما الذي أصاب بدر؟ أترككم لتعلقوا على هذا الموضوع. كيف وجدتم هذا النزال؟ وهل تعرفون هذا المقاتل التونسي؟ وأي شخص لديه معلومات عن هذا المقاتل فليترك لنا تعليق.